بدمه شو مسوي يا ساروت مشت عليك امه قالوا الساروت راح متغطي بدمه. بالنسبه نحن اليوم حررنا هون حتى نقول للعالم كله انه الساروت هو شعله المتظاهرين او شعله هاي الثوره. الساروت ما له شخص عادي بالنسبه لنا. هاي الناس الموجوده هون جايه حتى تقولكم انه احنا بدنا نضل 69 متر ما كفى الساروت وفوق التسعه حتى بنخبرهم انه احنا ما زلنا ثابتين على هاي المبادئ، ثابتين على هاي الثوره، ما راح نتخلى عنها. لو مو ما الساروت، لو ما تعرف الساروت في عندنا غير غيره. الساروت بيموت واحيا الثوره من جديد، وبذكرى استشهاده بيحيي الثوره كل مره، ومع كل ذكرى لاستشهاد ساروت عم تحيي الثوره من جديد. ساروت بحد ذاته بثوره، هو طيب وهو ميت. عبد الباسط هو رساله شعب ونحن هون لنجددها من يا وطننا ويا غالي للا بدي الفليد وبس. المشوار لعيونك يا ساروت نحنا حماة الدار على درب الساروت كلنا. طبعا اليوم عبد الباسط الساروت هو ابن حمص، مو بس ابن حمص، ابن جميع محافظات سوريا. هو ايقوني وانشد لجميع المحافظات وانشد الجهاد ونال الشهاده. هو ايقوني وفعلا يستحق يكون من اعظم ايقونات الثوره السوريه. شخصيه مثلت الشعب السوري بالسلم وبالحرب، شخص كان يعني عادي ما يتميز باي شيء الا انه هو كان يرمي نفسه قدام الشباب بكل شيء، يعني حتى بالحرب او بالسلم او باي اعمال ثوريه كان يزيد حاله اول الناس. كلنا على دربك بنكمل المشوار، ظل من حمص ينادي حان للحريه. الذكرى الثانيه الاستشهاد الساروت، اجت الجماهير هاي لتعبر انه كلياتنا ماشيين على طريقه وطريق الشهاده. ان شاء الله قريبا بنحتفل الاحتفالات بالخصر الجمهور بالشام باذن الله.